وتوفيقه تعلن انطلاقة هذا الشوط الرابع الذي خصص للمفاريد. أشواط السرعة تنطلق، أشواط الصغار تندفع، تحديات المضمرين تستمر في هذا الجيل الأول. مشاهدينا الأعزاء، بداية الأسماء وأول المنطلقين ومسموح على المركز الأول. تعود الملكية للسيد محمد بن علي المري، بينما النقلة إلى المركز الثاني وإلى هذا التجمع الكبير من سن المفاريد في المركز الثاني، وهو شاهين للسيد فهد بن جار الله المكسور. يا سلام، حبشان قادم للسيد محمد بن سعيد بن فهد الخداعة المري. وفي المركز الأول هناك ينطلق مسموح على المركز الأول وشاهين فهد بن جار الله المكسور. يا سلام، يا هي معركة في هذا السن الصغير، في سن المفاريد، في سن المفاطيب، في هذه اللحظات 700 متر انتصفنا المسافة، ولا انطلق شاهين فهد بن جار الله المكسور في هذه اللحظات، في هذا التقدم. يا سلام، يا سلام، يا سلام، العديد قادم، حمد بن صالح بوشريده المري، وأيضا الشقب قادم، محمد بن سالم الفتوح، ولكن إلى شاهين، إلى شاهين، إلى شاهين، والعديد والشقب أسماء كبيرة في سن المفطابين. يا سلام، فهد بن جار الله المكسور، ولكن مشاهدين الأعزاء، السيارة ذهبت بشعار السيد فهد بن جار الله المكسور في هذا الشوط الثاني الخاص بالقعدان، والشوط الرابع الخاص بأشواط الفطابين. يا سلام، المعركة مستمرة، المعركة مستمرة في هذه اللحظات، لكن نتقدم بالتهاني والناموس لفهد بن جار الله المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الناموس وعلى حصوله على السيارة في هذا الشوط الثاني. العديد قادم للسيد صالح بوشريده المري، مشاهدينا الكرام، لكن الفوز والسيارة ذهبت إلى المكسور. تهانينا له على هذا الإنجاز. ها هي لحظة الوصول المركز الثاني، العديد للسيد صالح بن حمد بوشريده في المركز الثالث. المركز الثالث كان هناك المتحد لصالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. تهانينا والناموس للسيد فهد بن جار الله المكسور على هذا الفوز والناموس. التوقيت الزمني في هذه اللحظات 7:30. مشاهدينا الأعزاء، نتقدم بالتهاني والناموس للسيد فهد بن جار الله المكسور على هذا الفوز في هذا الشوط الخاص بالقعدان المفاريد من 1500 متر. تهانينا له على هذا الإنجاز. مشاهدينا الكرام، كما تتابعون هذا الملخص لهذا الشوط السابق في هذه اللحظات، 4 أشواط مضت وتبقى 26 شوط في هذا المساء. مشاهدينا الأعزاء، التوقيت الزمني لحظة الوصول كما تشاهدون في هذه اللحظات، شاهين للسيد فهد بن جار الله المكسور 2:16 9 أجزاء من الثانية. في المركز الثاني وصل الإعداد لصالح بن حمد بن شريدة وتوقيته 2:16 60 جزء من الثانية. كان في المركز الثالث هناك المتحد لصالح بن مسعود بن سعيد وتوقيته 2:17 ثانية 28 جزء من الثانية.